فصل الشتاء دايما بيكون ليه تأثير كده على العربيات، خصوصا واحنا مسافرين بنبقى قلقانين، بنبقى خايفين، بنبقى مش عارفين ايه اللي المفروض نعمله علشان تبقى السفريه امنه. في ناس ما بتعملش حاجه خالص، ما بتعملش فحص كويس للعربيه، ما بتحاولش انها تبص على العربيه قبل ما تسافر، فبالتالي بيبقوا معرضين لاي عطل على الطريق، وده يمكن بنشوفه. طبعا يعني ممكن بعض الناس يقول لك الكلام ده يحصل في الصيف بس، علشان يعني قصة التبريد، المية، قصة الكاوتش اللي ممكن يعني يبوظ خصوصا فصل الصيف، لكن هل الكلام ده أيضا في فصل الشتاء؟ عايزين نسأل إزاي نطمن على حالة العربية قبل السفر، وخصوصا لو في شبورة، إزاي نمشي في الشبورة، نعمل إيه الأدوات المساعدة اللي موجودة في العربية اللي تقدر تحمي أسرتي من أي يعني مشاكل أو حاجات ممكن تقابلها على الطريق. أسئلة كثيرة جدا هنتعرف عليها مع ضيفنا اللي منورنا عبر تطبيق زوم، الأستاذ أحمد سالم، صانع المحتوى المتخصص في السيارات. أهلا بك يا أستاذ أحمد، وصباح الخير عليك. صباح الخير عليكم منى ومصطفى، ازيكم عاملين ايه؟ أهلا بك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم، شايفيني كويس والصوت تمام؟ كل حاجة زي الفل، أنت تمام معانا؟ أنا تمام الحمد لله، أنتوا أخباركم إيه؟ كله زي الفل. طب دلوقتي أنا مسافر وحمشي على طريق سريع والدنيا شتاء، معايا أسرتي، الدنيا يمكن تكون يعني إيه صعبة شوية، خايف عليهم إن أعطل، إيه الحاجات لازم أشيك عليها قبل ما أخد الطريق؟ قبل ما تطلع على الطريق. طبعًا أنت في الشتاء أو في الصيف طالما في سفر لازم تشيك في العربية على كل الحاجات بقى اللي هنقولها دلوقتي. أول حاجة طبعًا قبل ما بتدور العربية بتشوف الزيت المنسوب بتاعه مظبوط، وقبل ما بتدور بتشوف الداشبورد بتاع العربيه، تشوف فيه اي حاجه غير الطبيعي اللي انت متعود عليه، لان في ناس كتير مش متعوده على اللمض التحذيريه، بالذات اللمض الحمراء. لو لقيت لمبه حمراء فضلت منوره معاك ما تطلعش بالعربيه طبعا لحد ما تشوف للفني. تاني حاجه تشوف الميه بتاعت العربيه، ودي الحاجات اللي بتبص عليها من الكابوت، مش كل الناس بتقدر تبص من الكابوت، فيعني بنديهم رساله ان هم يتعلموا بس الحاجتين دول في العربيه، ميه وزيت، دول اساسي. تمام كده؟ تمام. طيب الزيت ده قول لنا بقى تفاصيل الزيت ده بنشوفه قبل ما نتحرك، قبل ما تكون العربيه سخنت، ولا بنشوفه وهو لسه بارد؟ قول لنا التفاصيل اللي ما بنبقاش عارفينها، قبل عشان احنا السيدات بتبقى سمعتنا مش كويسه قوي في موضوع مراجعه العربيه دي. لا هي حاجات بسيطه، هو في مقاس للزيت بتشيليه من الموتور، بتبصي على الزيت لو لقيتيه ناقص قوي ما بتطلعيش، وهتلاقي فيه لمبه حمراء منوره ليها شكل معين كده مش هنعرف نجيبها دلوقتي، هي بتبقى معروفه يعني طبعا. في نفس الوقت الزيت لو ناقص حاجه بسيطه بنقدر نعدي على اي مركز صيانه او فني قبل ما نطلع الطريق بنزوده وخلاص. الميه نفس الكلام بنبص عليها، وطبعا ما بنحطش ميه غير خضراء او حمراء، ما ينفعش ميه حنفيه دي نهائي، بتعمل صدى وبتبوظ الدنيا بعد كده. اكيد تمام كده، احنا اطمننا قبل ما بندور، لان كل ده قبل التدوير، ما ينفعش العربيات تعمل الحاجات دي وهي سخنه. في عربيات معينه الكتالوج بيبقى كاتب الزيت يتقاس وهي سخنه، يعني تتسخن او تمشي مشوار وتقف 10 دقائق وتقيس بعديها، دي حاجه تانية. تمام كده، دي الحاجات اللي قبل ما بندور العربيه. الحاجات بقى اللي بنعملها عشان نخلي بالنا على الطريق، الكاوتش قبل ما نطلع نبص عليه كله، الشنطه بتاعت العربيه بنبص على الستبن بنشوفه متزود ولا لا، كوريك، كل الحاجات اللي هي بنحتاجها لو حصل طوارئ على الطريق. تمام. ويفضل لو العربيه اوتوماتيك يبقى معانا واصله في شنطه العربيه. تمام كده يا استاذ سامر؟ كله زي الفل. طيب سامع. تمام. ال 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 على الطريق بقى دي طبعا ممكن نقابلها زي ما حضرتك قلت في المقدمه، الشبوره. الشبوره لو في فجاه دخلت فيها فجاه فانت مضطر هتمشي فيها. لو الشبوره انت عارف قبل كده او الاخبار قايله او اي حاجه، يفضل ان انت ما تمشيش فيها نهائي، وتركن في مكان امن وتستنى لحد ما الشبوره تختفي وبعد كده تكمل طريقك. طب ليه في ناس كتير يعني يقول لك لما تروح عند تغير النور يقول لك دي فوانيس الشبوره، هل فوانيس الشبوره دي بتعمل حاجه ليها مدى اضاءه معين، ولا الكلام ده مجرد كلام تجاري؟
لا لا لا، فوانيس الشبوره دي اللي هي بتنور الارض، ايوه لان الشبوره دايما بتبقى على الجو زي ما حضرتك عارف، ان لو حضرتك ضربت النور العالي بتاع العربيه فيها مش هيبان حاجة. مش هيبان حاجه، هتعكس، انت رؤيتك مش هتبقى واضحه. فنور الشبوره ده بينور لك الارض، اللي هي بتبقى الشبوره نفسها بتبقى في الاكسدامات، بالظبط. فبتنور اكتر الارض، فبتقدر تشوف احسن من النور العالي. فعشان كده احنا بنحتاج ان احنا نبقى مركبين شبوره لو العربيه ما فيهاش. طيب احنا في التابلو بيبقى عندنا الوان، حاجات بتنور احمر، حاجات بتنور اصفر وغيرها، ايه اللون اللي عنده اتوقف تماما، ايه اللون اللي اقدر امشي حالي لغايه ما اوصل لمركز الصيانه؟ ماشي، احنا هنعملها زي الاشاره كده، احمر اصفر اخضر. الاحمر ده وقوف تام، ودي بتبقى حاجات معينه زي لمبه الزيت او لمبه الحراره، دول تمام. اكتر حاجتين بيخوفوك. وفي لمبه ثالثه هي فيها شويه قلق شويه، يعني ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، والعربيه بتبقى ماشيه ساعتها. لمبه البطاريه، لما يظهر لك لمبه بطاريه على الطريق احتمال كبير العربيه بعد نص ساعة تفصل خالص، فتاخد بالك ان اول ما لمبة البطارية تظهر ما توقفش بقى تروح على عند حد بتاع بطارية، او تقف في مكان آمن لان احتمال في اي وقت تعطل. تمام كده، دول اللمبة الحمراء اللي نقلق منهم. اللمبة اللي هي بقى الصفرة، اللي هي التشيك انجن، اللي هي بتبقى على شكل موتور كده، دي اي لمبة صفرة عامة بتقول لنا ان احنا نتوجه لفني او مركز صيانة، بتقول ان في حاجه في العربيه بس هي مش عارفه ايه هي، ممكن حساس فصل، ممكن حاجه في العربيه، بس هي ما تقلقش. بس لمبه الانجن بالذات كتير بتنور وتطفي لوحدها من غير ما، يعني على ما نروح المكان بتكون هي طافت لوحدها وخلاص. صح، ممكن يبقى ده مشكله في علبه البيئه عايزه تتغير مثلا او حاجه فبتعلق، ممكن الحساس نفسه بيعلق، يعني ما فيش مشكله، بس نروح للفني يحط العربيه على الكمبيوتر هنطمن من بعدها. تمام، اما ما ينفعش يعني نهملها. نعتمد على انها هتقفل لوحدها. لا، تقفل لوحدها اكيد في حاجه بتحصل، فلازم نروح برضو ونطمن. اللمبه بقى الخطره دي عادي مفيش اي مشكله، ممكن لمبه نور اخضر، ممكن لمبه الايكو اللي هو بتاع توفير البنزين، دي كلها ما فيهاش مشكله. احنا كنا عايزين نكمل بس حاجات الشبوره، لو احنا بقى دخلنا فيها، اتفضل. لو احنا دخلنا في الشبوره اهم حاجه ان يبقى في مسافه امنه ما بيننا وبين العربيه اللي قدامنا، ونعمل عربيه دليل. بمعنى ايه دليل؟ العربيه مثلا اللي قدام حضرتك بتبقى فيها كشافات، صح كده؟ طب لو الكشافات دي قربت يبقى انت في خطر، يعني نور العربيه اللي قدامك معنى انها بتقرب، معنى ان انت خلاص هتدخلي فيها، لان الشبوره اللي سائل في الشبوره بكده ما بيبقاش شايف حاجه خالص غير اضاءه خفيفه كده. صحيح. فنور العربيه اللي قدامي ده بيبقى دليلي، يعني انا ببقى ماشي عليه. في نفس الوقت في غلطه ناس كتير بتعملها في مصر، ويعني اكترتها في يعني في مصر، اللي بيشغلوا الانتظار مع الشبوره. فبيدوش اللي صح؟ وراه. أي. ايه ده انا بعمل كده، ايه المشكله؟ ما هي المشكله بقى هنا ان اللي وراكي فاكر ان انت واقفه، اوكي. فبيبتدي يتخطاكي، فهو وانت مش واقفه، فالانتظار بيشتغل في الشبوره فقط، في الوقوف يعني على اليمين اقصى اليمين، صحيح. فبنشغل الانتظار. طب قول لي يا احمد، يعني فيما يتعلق بفصل الصيف احنا دايما بنشيك على الكاوتش انه ممكن يتشقق، يعني عارفين النظريه الفيزيائيه المعروفه يتمدد بالحراره وينكمش بالبروده، هل في حاجات بتتاثر جوه الكبوت؟ يعني مثلا لو بنتكلم في الطرمبات، طرمبه الزيت، طرمبه الميه، السيور، الحاجات دي الشتاء بيعمل فيها ايه؟ لا، هو الكاوتش مثلا في حته التشاؤات والحاجات اللي زي دي مفيش حاجه في الموتور جوه ممكن تاثر عليها السخونه الزياده ولا البروده الزياده، لان هم عاملين يعني زي ما تقول كده، حتى الميه في العربيه بيبقوا عاملين الميه ما تتجمدش في درجه معينه وما تغليش بعد درجه 100، فهم كده كده مأمنين حته الكبوت والموتور ان الحاجه ما تتاثرش صيف شتاء مهما كانت درجه الحراره، لان درجه الحراره جوه الكبوت بتبقى عاليه جدا اعلى من الطبيعي. اللي نشيك عليه نبص على سيور العربيه نفسها، هي اصلا لو فيها تشوهات بتبقى من الاستخدام بعد 40,000 كيلو مثلا لازم تتغير، ما تسيبهاش ان انت تبقى ماشي عليها وهي مشققه،
فدي مثلا لو واحد مش فني او واحد مش فاهم يروح لمركز صيانه احسن يكشف على المنطقه دي، يغير زيت الفرامل. زيت الفرامل ناس كتير طالما هو بتهمله، مليان ده حقيقي. مغيرش. فده اصلا المفروض بيتغير كل 60,000 عربيات، وفي عربيات بتغير 80,000، بس هو بيبقى في الكتالوج مكتوب لكل عربيه عشان الناس ما تاخدش الكلمه وتغير عليه. يبص على الكتالوج بس، هو لازم يتغير، يعني هو ليه مده صلاحيه. طيب زيت الباور نفس الكلام، اتفضلي. اكيد. طيب قلت لنا على موضوع الكاوتش وما قفلناش الكلام فيه، احنا في الصيف بنبقى واخدين بالنا ان احنا نشيك على الكاوتش وما نخليهوش منفوخ قوي علشان السخونيه، في الشتاء بنعمل ايه؟ هل في رقم كده متوسط لكل لا العربيات؟ كل واحد ماشي. عارف المفروض رقم عربيته، بس في رقم متوسط؟ بص، هو الشتاء او الصيف هو رقم واحد، مفيش رقم للشتاء ومفيش رقم للصيف، ومفيش حاجه ان احنا نزود زياده في الشتاء او نقص. الكلام ده كله احنا فعلا عشنا عليه، بس هو مش صح. الصح الرقم اللي مكتوب على الباب بتاع السواق جنبه كده، في على الصاجه بتاعت الباب في رقم، هو ده اللي تمشي عليه سواء صيف او شتاء. بتفرق بقى في ايه؟ ان انت تغير الرقم ده في بعض العربيات في الحموله، لو مزوده مثلا ركاب ورا فبتزودي الرقم ده او تقلليه على حسب النصيحه اللي مديها لك شركه العربيه. في عربيات 32، في عربيات 30، في عربيات 38، فكل حاجه بتختلف من عربيه للتانيه، على مش حسب كله مقاس، ثابت. على حسب مقاس على الجنب. حسب المقاس وعلى حسب الوزن اللي فيها، وكل كله يعني مترتب من أيوة. الشركه مش مننا. احنا كنا زمان بنحط في الصيف 30 وفي الشتاء 32 وبنقول هو ده الصح، احنا مش فاهمين يعني. انا نفسي كنت بعمل كده، الكلام ده بس هو مش نيتروجين برضو ولا هوا ولا الاثنين واحد؟ هتفرق. مش الاثنين هتفرق. واحد ومش هتفرق كتير طب يعني كده النيتروجين كده. اللي موجود هل هو مضمون؟ لان في ناس كتير جدا يقول لك انا بحط نيتروجين، هل انت شايف ده حقيقي؟ هو يعني احنا مش هنقدر نحكم في الموضوع ده، يعني مش هنقدر ناخد قرار مظبوط، بس اللي بيحط نيتروجين عادي يكمل نيتروجين لو ما كان ثقة وواثق في الجهاز اللي بيحط منه، عادي يحط ما فيش مشكلة. ان هو لو حط نيتروجين على هواء يحصل مشكلة؟ لا مش هيحصل مشكلة مش خالص، هيحصل لان مشكلة. اصلا الهواء فيه نيتروجين 70% او 75% منه نيتروجين. الفكرة في النيتروجين الصح بقى في عربيات السباق مش عندنا، يعني كده كده يعني مش انا شايف ان موضوع النيتروجين مش اساسي، بس لو انت بتحط في مكان ثقة وانت واثق فيه كمل نيتروجين عادي مفيش مشكلة. خلاص يا موضوع احمد، النيتروجين مش هنسمع كلامك، ربنا يسلم طريق كل الناس اللي ماشية. كل الشكر ليك احمد سالم، صانع المحتوى المتخصص في السيارات، شكرا جزيلا احمد.